مساء الخير. في السويد تتميز الأعياد بأنها مناسبات اجتماعية للتواصل والاحتفال مع العائلة والأصدقاء أكثر منها عودة للتقاليد والشعائر الدينية. فإلى أي مدى قد يؤثر ذلك بعادات اللاجئين السوريين في مناسبات كعيد الأضحى؟ أم أن تواجد جالية يتخطى تعدادها 150,000 قد يعني مستقبلاً إضافة عيد الأضحى والفطر وغيرهما إلى قائمة الأعياد السويدية؟ لنتعرف كيف أمضى السوريون في السويد العيد في تقرير يسار لبي. يحل اليوم عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع باليمن والبركة، والذي يعتبر مناسبة مهمة للاحتفال برفقة الأهل والأصدقاء سواء بالداخل السوري أو خارجه. هل تتشابه أجواء العيد بين الوطن والمهجر أم تختلف؟ وتساؤلات أخرى طرحناها على مجموعة من السوريين المقيمين بالسويد، دعونا نتابع. مع حلول عيد الأضحى المبارك يحتفل السوريون المقيمون في السويد بطقوس هذا العيد في بلاد أجواء الاحتفال فيها مختلفة كلياً عن بلادهم، محاولين خلق فسحة من السعادة ورسم الفرحة على وجوه أطفالهم وجعلهم يشعرون بقيمة هذه المناسبة الهامة جداً بالنسبة لهم. وسط غياب جو العيد العام على الرغم من كل المحاولات، فنمط الحياة هنا مختلف. أجواء العيد اللي هون عم تصير، عم نحاولوا يعني الله يجزيهم خير، عم يحاولوا يشبهوها بتصير ببلادنا بس ما عم يقدروا، عم تكون مختلفة تماما. يعني ببلادنا يعني فرحة الأطفال، فرحة الأهالي، لمة الأصدقاء، لمة الأحبة بين بعضهم، والحالة الاجتماعية تكون يعني في عيد، في فرحة بالقلب. بس هون يعني عم يحاولوا بس ما عم يقدروا، عم يحاولوا يوصلوا هذا الشيء نفسه صعب كثير. بعض من السوريين هنا يحتفلون بالعيد بصحبة عائلاتهم الصغيرة، إلا أنهم يفتقدون أيضاً للكثير من تفاصيله، فالحنين إلى الأهل والأصدقاء ولمة العائلة الكبيرة وغياب مفهوم العيدية وبعضاً من التفاصيل البسيطة الأخرى والتي تشكل نوعاً من المنغصات كانت أهم ما يحتاجه في العيد، وهو الأمر الذي أكدوا عليه. أجواء العيد ما مثل سوريا، سوريا فيها دفء أكثر. يعني سوريا كنا نروح عند الخالة، عند العمة، عند الست، بيت الست بينجمع فيه كل الأحفاد، وهذا بيعطي عيدية للطفل قد ما بده، يعني 100, 200, 500, 1000، وبيبوسوا بوسة هون وبوسة هون، وكل عام وانت بخير. هاي الشيء هون مفتقدينه، ما في يعني أكثر من نحن بين بعض، ما بنقول كل عام وانت بخير. هاي الشغلات كثير افتقدناها، افتقدت أنا بالنسبة لأطفالي، أنا أمي ما شايفتها كمان بسوريا، كمان هذا الشيء كثير مفتقدته. الكثير من السوريين قدموا إلى السويد بمفردهم وبدون عائلاتهم، وأصروا على التجمع والاحتفال بالعيد وإحياء طقوسه، إلا أن الفرحة كانت منقوصة ولن تكتمل إلا بالتمام الشمل بصحبة الأهل والأحباب. نحن شباب سوريين مجتمعين اليوم حتى نحاول نخلق جو للعيد. نحن هون عم نحاول نوجد الفرح، لأنه لازم نحن نفرح بالعيد، رغم أنه نحن كلياتنا ببلاد المهجر، يعني بعيدين عن أهلينا وعن عوائلنا، فأكيد الفرحة ما راح تكتمل إلا إذا كان الواحد بين أهله وبين عياله وبين أولاده. هو وجع يستذكره السوريون المقيمون في بلاد المهجر في كل مناسبة تمر عليهم، ويشعرون بآلامه في منفى كان خيارهم الوحيد للنجاة. فغياب الأهل والأقارب والأصحاب ومرارة الغربة وحرقة الغياب والشوق للبلاد هي القاسم المشترك لأمنيات السوريين في هذا العيد وفي كل عيد إلى أن تتحقق. يسار لبي، أورينت نيوز، لبرنامج مهجركم يوتوبوري. وينضم إلينا من السويد الصحفي السوري عمار أبو شاهين. عمار، بداية حين نتحدث عن مسألة كيف عاش السوريون في السويد العيد، لنتحدث قبل، لو تعطينا لمحة كيف يتعاطى طقوس السويديين مع الأعياد، أعيادهم بشكل عام. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. مساء الخير. بداية بدي أحكي على السويد بشكل عام. الشعب السويدي شعب بيحب الأعياد، بيحب الرفاهية، بيحب المناسبات. مؤخرا ممكن كجالية عربية أغلبها مسلمة طبعا، فرضت أعيادنا، فرضت على السويديين، نتحدث عن أكثر من 400,000 مسلم الآن في نعم. السويد نعم، والعدد في تزايد، تستمر حتى كسويديين، يعني في
طبعا هذا خارج موضوعنا، خلينا نحكي بقى بموضوع الاعياد. ضمن موضوع الاعياد نحن حاليا صرنا كثير كثار هون بالسويد، فحاليا عم نشوف المساجد عم تسوي صلاه العيد مثلا كمثال، عم نسوي مثل الالعاب، عم يستاجروا صالات ممكن يسوي فيها مناسبه او فعاليه للاطفال. بنعرف انه الاطفال هم اكثر شيء ممكن يعني يحتاجوا لفعاليات ضمن فتره العيد بالتحديد. نعم. ممكن نحن ككبار يعني نتجاوز هالامور هاي ونستغني عنها، لكن كاطفال اكيد ما بيقدروا يستغنوا عنها على هالموضوع هذا. واعتقد المجتمع السويدي تفاعل بمغاريسته اللي بتحب الاعياد وبتحب المناسبات، تفاعل مع المواطن العربي والمسلم يعني في اعياد. عمار، وكانك تقول هل تتخيل بانه يوما من الايام في يوم قادم وباندماج اكثر من 150 الف سوري الان هم جاليه من اللاجئين، ان يضاف تضاف الاعياد بالنسبه كعيد الاضحى مثلا يعاد الى الاعياد الرسميه في السويد؟ نعم، حقيقه تحدثنا في هذا الموضوع مع مؤسسات حكوميه في السويد، كان العذر الوحيد لهم ان العيد ليس ثابتا. انت بتعرف كل المشاهدين بيعرفوا انه عيد الاضحى ما هو ثابت بالنسبه للتاريخ الميلادي، فالدول الاوروبيه اكيد ما بتتعامل بالتاريخ الهجري، بتتعامل بالتاريخ الميلادي، والعيد متغير كل العام ياتي في يعني قبل العام اللي قبله. نعم. يرجع تقريبا 10 ايام لورا. نعم. فهذا الشيء كان العقبه امامنا، لكن نحن في مشاورات ضمنهم في طبعا في ناس عم تشتغل على هذا الموضوع، على خاصة على كمان أيضا أذان المغرب في رمضان ممكن كان إنه يتقبل المجتمع السويدي، عم نحاول فيه أيضا. النسيج الاجتماعي بشكل عام عمار، هل تستطيع أن تقول بأنه يتقبل هذه المسألة اندماج السوريين مثلا عموما العرب لنقل بعاداتهم هذه طقوسهم وشعائرهم؟ حاليا أعتقد أن موضوع العطلة متقبلين هذا الموضوع، بالنسبة لموضوع الأذان شوي في مشكلة. نعم. بالمقابل السوريون اليوم الذين يقطنون في السويد ينطلقون للاندماج بهذا المجتمع، كيف كانت إلى أي حد فعلا تجسد هذا العيد بطقوسه كما كان في سوريا لنقل؟ ما بخبي عليك أبدا ما كان في أي دليل أنه في عيد. أنا واحد من الناس هون، موجود أنا هون وأخي موجود هون وأختي كمان في مكان قريب، يعني اكتفينا بانه اخي اجى لعندي زياره. طبعا الاطفال عندهم مدارسهم، الكبار عندهم مدارسهم، يعني هون لسن ال 60 65 سنه عم يروح على المدرسه كلاجئ جديد في السويد، في خطط الاندماج فيه تستمر لمده عامين. فهذا الموضوع كان كثير عقبه امام الناس. كمان كلنا بنعرف الوضع النفسي اللي عم يعيشه السوريين بالخارج، حاجتهم الى سوريا، شوق الى البلد، شوق الى اهاليهم في الداخل السوري، او حتى في الالام اللي تعرضوا لها شهداء، لهم شهداء، لهم جرحى، لهم ناس مفقودين، لهم اسرى، لهم، فكثير كان في معاناه للسوريين. فضمن اهم الاسباب هو المعاناه، طبعا هي المعاناه النفسيه، لكن الاسباب الثانيه مثل ما ذكرت طبعا هي المدارس والالتزامات الاخرى. اذا عمار، هو العامل الذاتي لنقل بالنسبة للمقيم في السويد الآن هو قد يكون ينتظر لم الشمل، بمفهوم لم الشمل، علما أن العيد هو كان عادة هو نوع من لم الشمل، ولكن الإمكانية غير موجودة اليوم حتى بعيد وبغير عيد. صراحة ما المواطن السوري ما حس بالاستقرار لحد الآن بالسويد. أنا بعرف ناس يعني صار لها 4 سنوات بالسويد، سألتهم عن الموضوع الاستقرار بالتحديد، حكينا في موضوع العيد، فاحد الاصدقاء قال لي انه انا يعني اثر انه ياخذ اجازه لاطفاله بالعيد، لانه هم ما لهم بحاجه لهالموضوع هذا، المدرسه اهم، فما فكروا بالموضوع هذا. وكمان العمل النفسي كثير ياثر، حكينا عن العمل النفسي. السوري لحد الان ما عنده ارتباط بهذه الارض، ولا حيكون عنده الارتباط الكامل اللي هو بيغنيه عن بلده ووطنه. فاغلب الناس ما حاسب الاستقرار، حاسين انه هون بمرحله مؤقته بين ما انه ترجع الاوضاع بسوريا مثل ما كانت ان شاء الله تعالى. يعني عمار، انت صحفي ويرجعوا لسوريا.
أنت صحفي، لا أدري إن كنت تزاول المهنة الآن أم لا، ولكن كمتابعة بالنسبة لك بالمجمل بالنسبة للشريحة الموجودة، هل نستطيع التعميم بأن السوريون في طريقهم لاندماج بعادات السويديين أكثر بالنسبة لهذه النقاط تحديدا؟ أنت تحدثت عن بعض الذين تعرفهم لم يأخذوا إجازة أثناء العيد، كانت الأولوية للذهاب إلى التعليم، و فكيف ترى بالمستقبل؟ هل يعني الاندماج لنقل إنجاز التعبير الانسلاخ عن هذه العادات، أم المسألة محددة أكثر من ذلك؟ لا مو ليس انسلاخ عن عادات العيد أو المناسبات الإسلامية أو العربية أو انسلاخ عن الواقع اللي عايشينه في سوريا، بس إنه في شيء هون بدنا نلاحقه، في علم بدنا نجنيه خلال وقت قصير، ممكن هو كسنتين ممكن نلاقي وقت قصير، فنحن عم نشتغل انه بعد سنتين نستغني عن كل ما ممكن دعم حكومي ممكن تقدمه الحكومات الاوروبيه، لذلك حاليا نحن مطالبين بتكثيف دراستنا، تكثيف عملنا للاستغناء عن المعونات الحكوميه اللي تقدمها الدول الاوروبيه والسويد خاصه. نعم عمار، اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من السويد، عمار ابو شاهين الصحفي السوري، شكرا لك. شكرا، السلام عليكم.